ما حكم ما يسمى بإحياء الآثار؟ لا يحيى إلا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحاديث، الآثار هي الأحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث يسمى علم الأثر. علم الأثر هو والآثار النبوية، يعني الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أما متابعة الأمكنة والبقاع فهذا لم يكن من هدي السلف ولا من عمل السلف، ولا خير فيه أيضا، لأنه يحدث البدع والمحدثات والتعلق بهذه الأمكنة والتبرك بها، فلا يجوز هذا. نعم.